مشاهدينا معنا أستاذ العزب الطيب طاهر الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ عزب. ميكي أستاذ عزب، يعني كنت أتحدث منذ قليل عن فكرة الإفادة والاستفادة، ومصر الآن بعد 35 عاما تتجه إلى صربيا برؤية مصرية جديدة، بسياسة مصرية تبحث عن فكرة التنوع والتنوع في العلاقات السياسية والدولية والدبلوماسية. وبالتالي قراءتك لهذه الزيارة في ظل هذا التوجه المصري وإعادة إحياء علاقات هي تاريخية وعلاقات قديمة لكنها كانت يعني غير مفعلة لأعوام كثيرة، وبدأت مصر تتوجه لحلفاء غير تقليديين لكن بينهم علاقات قديمة، وبالتالي أسألك عن هذا التوجه وقراءتك له. بالتأكيد هذا توجه بالغ الإيجابية، يعكس الحرص المصري وحرص القيادة المصرية على استعادة الزخم الذي كان قائما مع دول اتسمت علاقاتها بمصر بتعاون وفاعلية شديدة، بالذات خلال حقبة الستينات والسبعينات بدايتها. وكما يعلم الجميع، فصربيا هي عاصمة الدولة أو كانت الجمهورية الأكثر قوة في الاتحاد اليوغوسلافي الذي كان مشكلة من 6 جمهوريات من بينها البوسنة والهرسك وكرواتيا وغيرها، وكانت بلغراد إلى جانب القاهرة إلى جانب نيودلهي عاصمة الهند، تشكل هذه الأطراف الثلاثة رماة الميزان في النظام الدولي آنذاك الذي كان قائما على استقطاب بين الشرق والغرب. ولكن هذه الدول بحكم قياداتها التاريخية استطاعت أن تنجز تحولا مهما، وهو يقوم على الحياد الإيجابي وليس الحياد السلبي، وعدم الانحياز لهذا الطرف أو ذاك. وإن كانت هناك بعض المصالح حتمت الارتباط دولة أو أخرى بهذا الطرف أو ذاك في هذه الفترة، ولكن بشكل عام كانت العلاقات تقوم على مبدأ الحياد الإيجابي، ونجحت هذه الصيغة في فرض معادلاتها، من أهمها أنها ساهمت في توفير بيئة للتحرر الكثير من الدول العالم التي كانت تخضع للاستعمار الأوروبي. الآن هذه القيادة المصرية تستعيد زخم هذه العلاقات مع بلغراد، ورأينا في التحسيس يلتقي برئيس الجمهورية وبرئيس البرلمان ويشارك فيه، وهناك أيضا تم اتفاق وتم عقد مجموعه من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمه. طيب، فكره مهمه استاذ عزب تتحدث عنها الان هي فكره الحياد الايجابي، هل يمكن ان تفرض نفسها هذه الفكره مع مصر وهذه الدول في ظل عالم في الكثير من الصراعات السياسيه الان؟ يعني هي المسألة لن تكون بنفس الصيغة التي كانت قائمة في الستينات والخمسينات وبداية السبعينات. ما الصيغة الجديدة؟ ما الصيغة الجديدة؟ هي الجديدة هي التفاعل مع كل الأطراف، وراء على النموذج المصري الذي نراه الآن في حركته الدبلوماسية باتجاه إقامة شراكات مهمة مع الغرب ومع الشرق. ليس في التحسيس التقى قبل أيام في جدة مع الرئيس الأمريكي، وقبل فترة كان هناك اتصال مع الرئيس الروسي، وهناك علاقات قوية مع روسيا، وعلاقات قوية مع 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 فرنسا، علاقات قوية مع الصين، مع أطراف الدول الناهضة في الاقتصاد والسياسة في العالم كما ذكرت أنت، ربما إندونيسيا والهند وغيرها. نقيم الآن علاقات، هذا التحول الذي يقودها الرئيس في التحسيس باتجاه أوروبا، وباتجاه زيارة قبل أيام لألمانيا، وألمانيا قطب مهم جدا في الاتحاد الأوروبي وربما في العالم، وبالتالي الحركة تكون باتجاه مختلف العواصم دون أن يتأثر القرار المصري بتوجهات هذه العواصم، ولكن ما يحرك فقط المصلحة الوطنية، والتي تتمثل الآن في أن يتم توظيف دبلوماسية التنمية التي يقودها الرئيس التحسيسي في حركات مصر في الخارج وفي الإقليم العربي لتحقيق ما يوصف بالمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وهو مبدأ بات يفرض معادلته على الواقع السياسي خاصة في دول مهمة مثل مصر وغيرها.
نعم. طيب هذه الزيارة بتعكس بالتأكيد دلالات ورسالات كثيرة سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاقتصادي. ما أهم هذه الرسائل أستاذ عزب؟ أول يعني تتصدر هذه الرسائل رسالة مهمة أن مصر وأطراف مهمة في العالم الآن تتحرك باتجاه بلورة مسارات جديدة تبدو مختلفة عن تأثيرات القوى الكبرى، خاصة في ظل تحول في النظام العالمي الجديد باتجاه تعدد الأقطاب وليس القطبية الواحدة كما تحدث زميلي جميل عفيفي قبل قليل. ومن ثم نحن الآن نتحرك باتجاه بدلة حضور مصري فاعل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ضمن هذه السياقات المتحركة والمتفاعلة في النظام العالمي الجديد، حتى نحقق كما ذكرت والهدف الرئيسي كما ذكرت هو المصلحة الوطنية المصرية. المصلحة الوطنية المصرية تحكم أن نقيم علاقات مع مختلف الأطراف، لن نرتبط بهذه القوة أو تلك بشكل يخصم من رصيد علاقاتنا مع الطرف الآخر، ولكن توظيف كل هذه العلاقات وهذه المعطيات لمصلحة السياسة المصرية والاقتصاد المصري. وكما رأينا هناك اتفاقيات يعني أكثر من 18 اتفاقية تم التوقيع عليها في بلغراد، وهناك أيضا محاولة لرفع التبادل التجاري مع بلغراد والذي وصل حتى الآن إلى ما يقترب من 80 مليون دولار، وهو كما ذكرت أنت في حديثك مبلغ محدود للغاية. وأنا أتوقع في ظل تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وأيضا تشكيل مجلس أعمال مصر المشترك والذي وبدأ المنتدى في بلغراد يناقش كل هذه المعطيات، يمكن توظيف هذه العلاقات بشكل على نحو جيد يخدم المصالح المصرية في مقدمتها جذب استثمارات. وأيضا لأن صربيا كمان ليست دولة صغيرة، هي دولة صحيح جزء من الاتحاد اليوغوسلافي، لكنها دولة متقدمة لديها إمكانيات كبيرة صناعية وتقنية وحتى عسكرية، وأظن أن التعاون العسكري مطروح في هذه الزيارة. ومن ثم نحن نتحرك باتجاه إيجابي نحو عواصم كانت لنا علاقات سابقة معها، الآن نستعيد هذه العلاقات وفق أطر جديدة ومعطيات جديدة كما ذكرت يتصدرها هو تحقيق المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة، لأن بلغراد أو صربيا لها مصلحة في أن يكون لها حضور عربي في المنطقة العربية وفي الإقليم الشرق الأوسط في هذه المرحلة، خاصة أنها أصبحت جزءا من الاتحاد الأوروبي وجزءا من وربما تكون جزءا من حلف الناتو. نعم. طيب يعني في الحقيقة أي زيارة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أي حدث مهم في الحقيقة يجب أن نقرأه في سياقه أو في سياق الأحداث أو في سياق الزمن الذي هو فيه. بمعنى هذه الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا وبعد قمة جدة، وكان في قمة في إيران، قمة روسية إيرانية تركية ولها مخرجاتها، وبالتالي يجب النظر إلى كل هذه الأحداث ومجمل هذه الأحداث ووضع يعني قراءة لهذه الزيارة وما قبلها زيارة ألمانيا للرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا مخرجات هذه الزيارات في الاعتبار. هذا المشهد وهذه التحركات السياسية الدولية على المسرح الدولي برمته كيف تقرأها؟ كل هذه التحركات ومصر أصبحت رقما مهما في معادلة التحرك الإقليمي والدولي كما شاهدنا، وأنت أشرت إلى سلسله اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاونه الاخيره قبل انعقاد قمه جده. كانت هناك سلسله من اللقاءات في القاهره، صحيح. القمه الثلاثيه بين مصر والاردن والبحرين، ثم لقاء او زياره الولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، ثم لقاء المهم لامير قطر الشيخ حتمان بن حمد، صحيح. ثم زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من سلطات عمان والبحرين بعد ذلك بايام، ثم انعقاد قمه جده بزخمها. وعلى هامش قمه جده عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمه بالغه الاهميه من حيث مضمونها وتوقيتها ودلالاتها مع الرئيس الامريكي، وهذه القمه بالذات التي صدر بيان مهم مشترك
في العاصمتين المصرية والأمريكية القاهرة واشنطن، ركز على أن هناك مرحلة جديدة في هذه العلاقات تقوم على مبدأ المصالح والندية، وهنا جانب مهم. الآن مصر لم تعد طرفا تابعا لأي قوة مثل ما حدث في سنوات سابقة، الآن مصر طرف مستقل له رؤيته المستقلة، له توجهات. ولاحظي أن الإدارة الأمريكية في بداية بايدن في بداية توليه السلطة كان له موقف متحفظ تجاه مصر، ولكن بعد مشاركة مصر نشطة في فرض السلام أو في تحقيق الهدنة داخل غزة بين الفلسطينيين وبين الكيان الصهيوني في مايو 2021، اتصل بايدن برئيس فتح السيسي مرتين، ثم الآن لقاء قمة عكس توجها جديدا في الرؤية الأمريكية التي باتت تتسم بالواقعية والحرص على الدول الرموز أو الدول المحور في الإقليم العربي. ومصر تتحرك في هذا الاتجاه، استطاعت أن تحقق إنجازات مهمة، والآن حركة رئيس فتح السيسي باتجاه ألمانيا ثم صربيا هو يواصل مسيرة الحراك السياسي الخارجي رشد في ضمن قراءة الواقع. هذا التحرك يمكن أن نصفه في السياسة يعني التعاون وعلاقات أم إيجاد تحالفات؟ أنا لا أقول بمعنى يعني مسألة التحالفات ربما يكون لدى البعض تحافظ عليه، هو نوع من توثيق العلاقات، الاستفادة من الميزات النسبية لدى هذه الأطراف التي نتعامل معها، ولكن دون انخراط في تحالفات قد تبدو ينظر لها البعض سواء في الإقليم وفي العالم أنها ضده وبالتالي يتحرك ضدنا. على سبيل المثال طرحت في الآونة الأخيرة فكرة النيتو العربي وأن مصر مع دول الخليج مع الأردن والعراق سوف يشكلون تحالفا عسكريا ضد إيران، ولكن ثبت وأنا حتى قلت ذلك قبل قمة بايدن مع الدول العربية، قلت أنه لن يحدث ذلك، وبالفعل لم يطرح هذا الموضوع في قمة جدة، لأن الدول العربية وفي مقدمة مصر بعثت برسالة أنها لن تشارك في أي تحالف عسكري تحت أي مسمى ضد أي دولة إسلامية أو عربية أو حتى ضد دولة أخرى. من ثم مبدأ التحالفات وفق المفهوم العسكري بات لم يعد مطلوبا. نحن نقيم علاقات عسكرية متميزة مع أطراف مختلفة نستفيد كما رأينا في الأول. يعني أفهم من كلام حضرتك أستاذ عزب أنه السياسة الخارجية المصرية بتعتمد الآن على فكرة التنوع، التنوع السياسي، إيجاد حلفاء والتوازن أيضا والتوازن والتوافق بالتأكيد. طيب خليني أنقل حضرتك لفكرة يعني التعاون السياسي والتعاون الاقتصادي بالتأكيد، وكما رأينا في هذه الزيارة ربما سيكون هناك أيضا تعاون ثقافي، تعاون على المستوى التعليمي مثلا، يعني من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جامعة بلغراد بالتأكيد هذه الكلمة لها دلالتها، هذا التكريم له دلالة، حفاوة الاستقبال بشكل عام منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأرض الصربية، وطبعا بالتأكيد أيضا لها دلالتها. كيف ترى كل ذلك في إطار هذه الزيارة؟ يعني دعيني أشير إلى أن الشعب الصربي وشعوب يوغوسلافيا لديها حنين لفترة العلاقات مع مصر أيام الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو، وهناك هذا الحنين تجلى في اولا في ترحيب الرئيس الصربي برئيس فتح السيسي في على تويتر، في تغريده على تويتر قبل ان يبدا زيارته برئيس فتح السيسي لبلغراد، وبالتالي ترحيب وحديث عن اهميه العلاقات بعد عوده العلاقات بعد 35 عاما من لا اقول انقطاعها ولكن تقليص او خفض منسوبها وانخفاض ضخمها. ثم عندما يكرم رئيس فتح السيسي في جامعة بلغراد فذلك أيضا تكريم لمصر، ليس في هذه المرحلة ولكن تكريم للعلاقات المصرية الصربية ومن قبل العلاقات المصرية اليوغوسلافية، واستعادة لمرحلة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين كان لها تأثيرها الإقليمي والدولي. وبالسمة
الامر لا يتوقف عند حد مجرد ابداء المشاعر الايجابيه، ولكن بل وراء ذلك في خطوات عمليه تجسدت في التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم متنوعه ومتعدده، تشكيل لجنه عليا، تشكيل مجلس الاعمال المصري صربي، بما يشكل اطارا لتفعيل العلاقات على اسس جديده ومرتكزات عمليه تحقق كما ذكرت من قبل المصالح المتبادله والمنافع المشتركه، وهذا هو المبدا الذي يحكم علاقات الدول. لم تعد علاقات الدول يحكمها الشعارات او العواطف، تحكمها المصالح، وهذا توجه ايجابي في النظام الدولي علينا ان نستغله، وهو ما بالفعل بدانا خلال على الاقل العقد الاخير نستغله بكفاءه في تنويع علاقاتنا مع مختلف الاطراف سواء في الشرق او في الغرب او حتى في اسيا. نعم، عظيم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ عزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي على هذه المداخله.